في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الحديث من قوم نوح من هنا إما أن تكون للتبعيض وإما أن تكون للظرفية، فإن كانت للتبعيض فهم جزء وبعض من قوم نوح، وإن كانت للظرفية فيكون السياق هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، وهذا الثاني أظهر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما صدر حديثه هذا، وهذا الحديث مختصر، فإنه قال رحمه الله كانت الأوثان في قوم نوح ثم انتقلت إلى العرب، فجعل يفصل رضي الله عنه هذه الأصنام إلى من انتقلت إليه من القبائل، ثم ذكر هذا الأثر.